مواصلة. ليه القرائد عمل في المناهج وأصر ذاته إنه يمسك المناهج؟ ليه؟ سبب شنو يعني؟ نشوف خلفية كده، نرجع ورا شوية. دين القراي، وأنا بقول صريح معاك برضو زي الشيخ، إنه القراي قرآنكم اللي بتقرون نزل من السماء على الرسول عليه الصلاة والسلام، والسنة الصحيحة، والصلاة، والإسلام كله بتاعكم ده ما شايله معه. وأي كلمة بقولها عارض عليها وثائق، يمشي أي محل أنا معه. لو طار السما ده ربنا بيطيرني وراه إن شاء الله. دينكم ده اللي اسمه الإسلام أزول ده ما شايله معه، والله العظيم جد هو ما شايله معه. جيب كده مقطع رقم واحد، القرائي قال ليه في التلفزيون، تلفزيون السودان، ليه بنقولوا صلاة الجمعة بتاعت المسلمين يعني؟ ليه؟ ده ما فيه تهميش. قال المفروض ينقلوا صلاة الكجور برضو وصلاة النصارى، هو بسميهم مسيحيين وده ما مسيحيين، لكن شي نعرف الحميرك للجنزبيل. قال فيه تهميش، قال للثقافات الأخرى. أول حاجة الإسلام ما ثقافة، عشان تقول النصرانية والكجور ثقافات أخرى باعتبار إنه الإسلام ذاته ثقافة وديك ثقافات أخرى، يا كذاب يا محتال. الإسلام دين نزل من السماء، نزل به الروح الأمين من السماء، 23 سنة بينزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا قال عنه إن الدين عند الله الإسلام. جوا عينك يا قراي. وربنا عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا، كجور، نصرانية يا قراي، يهودية، جمهورية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسأل الله يحشرك جهنم وما تخرج منها أبدا يا قراي. طيب شغل مقطع رقم واحد نسمعه، هل هو شايل معاكم الموضوع ده؟ ما عنده بقى علاقة، أقسم بالله العظيم. شغله جيبه. في تحكيم هذا الثقافات الاخرى، في تهميش يعني، لكن سبب ان النادي الفدرالي الزوج كان مسيحي مهما عمل، اصبح مسيح لله. انا غير اسمع كلام الناس اللي زعلوا في الدنيا وما شاء الله. او واحد يتبع الحدود لا يمشي الله، انا شيء انا اعطيه متنازل بس صلاه بيت ولا مصر ما شاء الله. لكن انا لو كنت عنده هو المصاب في الموضوع ممكن يمشي الدنيا، ممكن اسمع له زي الزوج اللي بسمع له الدنيا. يعني بتاع الكجور قال لو صادق في عبادته للكجور، لو صدق ممكن يمشي الجنة. انت يا قراي خلي الكجور، الناس كلها عارفة بتاع الكجور كافر والنصراني ابو صليب كافر، ولا ما هو الله قال كده؟ طبعا ديك ماسكني كفرت النصارى، والنصارى الله قال كفار؟ انتوا مجانين ولا شنو يا شيوعيين؟ الله قال لقد دي للتحقيق مع التوكيد، لكن انت ما بتفهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. شاب كني كاتبين فقيري يكفر النصارى وكفرهم، وقال ديك في النصارى في جنوب السودان كفار، ودي قال نظرة جهوية، النصارى كفار في الجنوب ولا في الشمال؟ لو في شوف لو في مكة ذاته وما في نصارى، لكن لو في مكة في نصارى كفار، انت مجنون؟ الآية دي نزلت وين؟ ما نزلت هناك. الآية دي ما نزلت في الحجاز؟ لقد كفر الذين قالوا، نزلت وين؟ يبقى النصراني لو قاعد في مكة والمدينة ذاته كافر. بعدين أنا بقول لك يا قري خلي النصارى والكجور واللي بيعبدوا الكجور، أنت ده وأسماء محمود محمد طه ومحمود ذاته كلهم لو قابلت الله بالعقيدة الجمهورية بتمشي جهنم. خلي الكجور، انت بتلعب علينا ولا شنو؟ ما هو لما اقول لك الكجور لو صدق بخش الجنه،
والنصراني الكافر لو صدق بيخش الجنة، والله جنة الأطفال ما يخشها. ليه قال كده؟ عشان يحشروا المنهج الجمهوري. المنهج الجمهوري منهج كفري. شابك نقول له لا إما كفروني انت، الان انا ما قلت انت كافر، لكن المنهج الجمهوري دي جلابيه بقت قدرك بتركب جوا عينك، بقت قدر اسماء محمد محمود محمد طه بتركب جوا عينكم كلكم، عرفت؟ لانه المنهج الجمهوري بيقوم كله على انه الله جل جلاله ما هو الا انسان. اي ما هو ده الكتاب، هذا بس هالك ده اللي كفروا به محمود محمد طه وجابوه في المحكمة وقالوا لي ده كتابك انت قلت وقلت وقلت. صفحة 27 ده الكتاب ذاته، صفحة 27 وحنجيبه لك هناك فوق ده الغلاف وده في الشاشة، صفحة 27 وجيب له صفحة. اسمع الكلام ده كويس. قال وقلب الإنسان الكامل جسده معمور بذكر الله فهو بيت الرب وهو معمور بذكر الله. أها، لأن الإنسان الكامل هو الله. اللي بيقول كده مسلم ولا كافر؟ كافر. ولا نقول شنو؟ ورونا نقول شنو؟ نقول كفوري ولا نقول شنو؟ زول قال الله إنسان بس كامل. أنت قايل ليه القراية جاب صورة بتاعت أنجلو ذاك؟ جاب الله في صورة إنسان عشان يقرب للتلاميذ المسلمين السودانيين انه الله انسان. هو ده بودقين في صورة انجلو قام جابه عشان يأصل عقيدة محمود محمد طه اللي بيقول الله انسان. فقام جاب الصورة دي لتلاميذكم عشان التلميذ لما يشوفه كده يقول ايوه ويقرا كلام محمود محمد طه يقول محمد محمد طه والله كلامه صح ولي عديل يا الله. الله انسان وده طفل يا جماعة، وكل مولود يولد على شنو؟ الفطرة. والحديث ده لو تأملته بيوريك خطورة القراي والمنصب الماسكه. قال فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يعني المولود ده الطفل بتاعك ده ولد ولا بيت ربنا بيخلقه سليم في دينه على الفطرة الصحيحة الإسلام يعني، لكن الناس اللي بيخربوا وأقرب الناس أبوه وأمه سكتوا وديته يقرا منهج القراي ده وما وريته انه الكلام ده بتاع القراي ده كله كفر الكاتب ده، ولدك بيبقى كافر طوالي، بيبقى محمود محمد طاهر رقم اثنين. المنهج ده اصلا كله كل الجغرافيا التاريخ غيره كله القراي خلاصته منه داير اولاد المسلمين في السودان يبقوا جمهوريين. وانا بقول لك بصريح العباره لو قابلت الله بعقيده محمود محمد طاهر عقيدة الحزب الجمهوري اللي بتقول الله هو إنسان كامل أقسم بالله تمشي جهنم ما تمرق منا أبدا أبدا ما بتمرق تاني. ده الدائر القراي من المغررات دي يا أخواننا، الدائر القراي ده عشان كده اللجنة بتاعتهم دي ودي الجريدة بتاعت الليلة الصيحة الوضع والكتب والكتب قالوا إحنا ما كتبنا الكتاب زي ده، قالوا القراي شالوا مش غيروا تحت الترابيزة غيروا. عشان كده ده الساوى الان ما في زول بيقدر بسهوله يتحصل لكتاب. انا رسلت اساتذه لحد الديويم محل وضع المناهج بخت الرضا ما قدروا يجروا الشغل ده من خشم التمساح، لكن ربنا جابوا لنا هو ده. ده الكتب ذاتها بشحمها ولحمها وكفرها ذاتها ودي ما تدسه كيف؟ عرفت الكلام ده كيف؟ والله جزاه الله خير، ربنا يخدر ذراعه.